استمرارية القصف على البلدة المحاصرة، يكون استهداف البلدة فجأة ومباغتة للمدنيين، ما يؤدي إلى وقوع عدة إصابات وشهداء وإصابات خطرة وحرجة. يتم استهداف المسعفين بجميع أنواع السلاح مثل رشاشات ثقيلة وعمليات القنص. يتم إطلاق القذائف من الحواز المحيطة بالبلدة مثل قلعة التل وحاز مرج التل، وإطلاق وعمليات القنص مستمرة بشكل يومي من قبل حاجز عبد المجيد وبناء العسلي.